أنا نحترف، هذه أول حاجة. ثاني حاجة، ففريق الوداد البيضاوي ولا الرجاء البيضاوي اللي حتى الجيش الملكي، فهي فرق كبيرة وتاريخية وكنحترمهم وكنحترم الجمهور ديالهم، ولكن كيبقى الاختيار ديالي هو أنني نحترف إن شاء الله الدوريات الأوروبية، باش إن شاء الله نحسن المستوى ديالي لا ماديا ولا تقنيا، باش إن شاء الله منين نرجع للمنتخب الوطني نعطيه واحد الإضافة إن شاء الله.